الدنيا شليم معهم نقعود ونحصد يا دلم محل الدهم على الناس القدم للذاها معاهم يا الناس اللي دوزوا في الدنيا وبنا وسد خلاو كلمة داروا في الأحساس من اللي جيت جبرت عبد السماح هنا هيا وعبد الله خوتي هنا بجوج يوم ما بغيتش نبقى معاهم مشيت كريت جبت كريت هابين نخدم لاكارد سكاربك خدمت في التلفزيون هذا بايبر 10 سنين خدمت في المترو الروضة الوار خدمت في الأول الخدمة اللي بديت خدمة سوسو دوبان هنا واحد ديبو دير لقلاريا سباك عبدالنا هذيك هي الأول الخدمة ديالي ثم مشينا لطرنات طرنات ثم عمل واحد بلعب ديبو مغازات كامل عملوا ديبو ديالهم تما ما كانش فيك ياكل الخضره بزاف تم اللي جاو براني عاد شافوا الترك ما شاف الصندوق العين فوق راسو عاد بداو كيعرفوا ما كانوا مزيانين معنا كل واحد تابع الشغل ديالو ما كان اللي يدافك سمع شو الخرافه هذيك الرصيص في كل موطا كيفاش العلاقه ديالك مع نقولوا لي زيترونجي اخرين بحال اسبانيول بحال طلايان بحال كيفاش كنتي العلاقه مع هذوك الناس هذوك ماشي برجيكيين كيفاش كنتي معاهم العلاقه علاقه مزيانه غير ما دابش معاهم ولا دابش شي معاك انت انا معاهم مزيان ما سمعتش الخرايف اللي كيقول لك انا البلجيكيين رصيصي جيت الصرامه ما نعرف اما هنايا لا ما كان والو نجحت في المدرسة هذه هنا أنا سارة وغاك يشوفوا قالوا ولا على الترانجي كي قالني في الكل والوارد وجقلالة و وسي الحياة ديالك في الخدمة الباطمة تمنى ولاد ولادك تا هما يقيو هاد الخدمة هاديك أو تمنيتي يعملوا شي خدمة أخرى خدموا بنتي قال لك اللي تراهنوا طيعوا اللي تراهنوا بيعوا واللي تخدموا طيعوا انتينا خدامة هنا انتينا هنا خدامة خدام على راسك على حسب الشغل ديالك مش ما تخدم من المغرب المغرب انتينا شي في المغرب المغرب كان بغى هذا كخلك في بلادك ما يخليش ولادو يخرجوا دابا ولادو خرجوا قراو على برا عملوا مشاريع بزاف من الناس عندهم مشاريع كانوا هنا تينا فرحان على ولاد القرية اللي عملوا الخدمة اللي عندهم ولاد ولادك فرحان بهم وعلاش ما فرحانش بهم ولادي شنو يعملوا ولادك ملي يقراو كان ملي يقراو يسلكوا راسهم ما عندي خبر فيهم كلشي قراوها هما كلهم انا ربيتهم هما انت واحد منكم من اللي قراو كان لاباس انا كنبغي لهم قراءه لان باش يسلك راسو الا ما قراش شي شنو ماشي يكون عنده 60 سنه تقريبا حنا مع بعضياتنا 60 سنه 53 وحنا الحمد لله جوزنا بخير عمري ما ضربت عمري ما ضربتني عمري ما
كان دابزو كان غوتو وكان رجعوا لبعض ديالنا وصافي. ايوا هذا ما كان مكتوب. كانت مزيانة. كيفاش ربطنا حنايا؟ لا جبرتنا الناس، جبرتنا النساء كنمشي معاهم قبل من ما كان والو حتى شي واحد هي. أما ملي جبرتنا النساء كنمشي معاهم المكازا وتعرف. أنا ما كنت كنعرف والو، عاود الخدمة كبار. ويا جبرت واحد أربعة النساء مجموعة شعيب السعودية الطاونية ولا شنو هذيك، وسيروا سيروا سيروا. كل شيء مات. قلتي كانت كتبكي بزاف على بلادها. وكل شيء كيبكي على بلادو. انتما كنتو واقع صغار ما كنتو تعرفو شيء. الهجرة خممتي شي نهار تقول ترجع في حالك تماما في المغرب وتعيش فيها؟ جاتك هاك الشيء في العقل؟ كنا كنفكرو نمشيو بحالنا في العام الاولي. كنا تبقى خدمة من 6 شهور هنايا الكويه هو ولادو جمع واحد من العصر فوق ظهرو وما مشي قال ما يمشي بحالو ما يرجعش يختار هو ان شاء الله مشى وصل المغرب وصل ديك الصغير اللي غدا يرجع. شنو السبب باش رجع؟ ايوا شكون مش عطيه الفلوس؟ يبقى جالس ما دير جلو المعيشة ما كانش شي كانت معيشة ما كانش شي واخا عملوا جنسية بلادك هي بلادك وتكون عندك الجنسية يهودية ولا طاليانة ولا بلادك هي بلادك انت كتحكم في راسك ها عندك بلجيكا النهار اللي وقع ما يوقع كتشبر بك علاش ما حمامتك تكتب بلجيكا ما حمامتكش كتشبر كتقطع كتقول لها هاك هاك واخد ديالك نعود بلادي اللي مش تحملني كل واحد كيعيط على بلادو مني كنهودو في المغرب علاش المغاربه كيعيطونا حنا البرجيكيين وخلي يعيط دوك مو هذاك يعيط في ايام ما كيقولوش حنا مغاربه كيقولوا ها البرجيكيين ماجين ايوا ها البرجيكيين ماجين قالوا شبعوا منا بدوك يشبعوا عمرنا حوايج عمرنا طوموبيلات عمرنا كل شيء عملوا لهم دابا بداو كيزبلوا فينا حنا ما بغيناش نبيعوا ديك الطروف هاد الارض اللي عندنا على برا في الباديه على سبب الوالدين ديالنا ماشي كيقول لك رانا مخصص الفلوس لا على حسب الوالدين ديالنا خلاوها هذاك كملكوها خلينا حتى حنا كملكوها حتى نتوما تجيو تكلفوا بها عاود تملكوها شحال ما تبقاو تملكوها 10 سنين 20 سنة 100 سنة عاود تمشيو تجيو واخرين وديك الأرض تما تبقى باقي شي حاجة تقولنا بابا؟ صافي يا بنتي صافي. عندك شي حاجة ما تقولنا؟ إيوا عيط ما نقول. كيما نجي نقول لكم، نقولوا لكم انتم. محل الدهن عن الناس القدام.